يا خو هادو الكراجات كي نشوفهم شنو نتفكر هذوك الفلام هذوك تاع رويشي د لاباطاي دالجي الله من وقت الاستعمار شوف بك احمد ولاد الحومه هنا كاع راه حلوله كيفاه شفتوا خاوتي باش تعرفوا بك هنا في الجي هنا الناس كاع رحلت حمد كان يسكن هنايا وراحوا المهم هذه هي الجزائر العاصمه هذه هي قلب الجزائر العاصمه القصابة كاين اللي راه مسقمين ديارهم كيما هيا شوف كاين اللي مغلوقين شوف كانت بكري دار غلقوها تما تولي شومبرا ولا حمد هذه هي احمد اللي نشفى لها مره هنا كنت انا قاعد نشفى لها قبل 25 سنه جيت قعدت هنا وقعدت شوف سبحان الله الجيران عندهم تاقة غير منفصل بعضها شوف بنية تاع بكري قصبة تسمى دي سوفينير حمد هنايا الله يعطيه مانك مات الله يرحمه الشيخ مات كل شيء راح عمك الله يرحمه شوف الناس بكري خاوتي الجيران غير متاقه يتبادلوا تعطيها الماكله تعطيها الاخر يتسالفوا شوف غير من فوقه هذه هي الدخله الله يرحم اللي ماتوا ويرحم امواتكم انتم اللي كنتوا تشوفوا المهم كذا شوف شفت احمد خرصه هذه الخرصه وكاين بزاف كاين اللي عندهم زوج بكري كاينه وحده تحط هنا وحده تحط هنا كاينه وحده للنساء وحده للرجال وحده للدراري وشوف هذا راه مازال محافظ عليها شو الله يبارك وشنو خاوتي لو كان جات هذه في بلاد وين القوه هذه خويا يولوا يجونا هنا السواح 200 مليون واحد في العام هذا الصابات خويا شنو هذا الصابات هذا السما تخرج منها تكفن الحومه واحده اخرى شوفوا وتفوقها كاع السما كاع كيف كيف شوف سيستم واحد قصب العتيقة هذه هي قصب العتيقة بصح شوف تقول الناس كاع ماشي ساكنين باش تعرف باللي ناسها راحوا والناس اللي شراتها هنايا كشغل دايرها غير ما بيت يجي بات برك المهم القصبة وخوتي هذا مورسو من مورسوات معناتها اصغر شهيد بوعلام رحال الله يرحمه ويرحم الشهداء هنا مسقمينها شويه ودائما خاوتي تلقاو هذو معناتها باش ما تريبش القصبه شوف هنا دائما تلقى باش ما صوروش الناس طلع لفوقه المهم هنا ما تكونش عندك السوفلى هنا ما تقدرش تطلع خاوتي المهم هذه هي معناتها حومة أحمد اللهم صل وسلم على رسول الله شوف باش ما نصوروش الناس برك المهم خاوتي كاين واحد أنا باسكو كنت نجيب بكري مع أحمد هنا كاين واحد شغل شارم هكذا واللي يسكنوا هنا ثاني يعرفوا ذاك الشارم هذاك وكان تا واحد يشوفها هكذا قديمه موسخه يقول لك واش من الشارم بصح كل واحد وين تربى اخو المهم هذه هي صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل كيف احمد وغنطلعوا لفوقه طلعوا لابوانت خاوتي قعدوا معنا كي نوصل نكمل لكم التصوير الله يرحم الشهداء